وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. مهاون يعني مهالك. نعم. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. نعم. هنا يقول ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت. كبير لكن الناس تحتقرك إذا كنت لم تعمل بهذا العلم. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. الله أكبر. يعني إنسان إذا كان جاهلا هو موجود الناس ما تدري عنه، موجود ولا غير موجود، بعكس العالم يفقد، يوجد العالم وإن فقد في الحياة، لكن يذكرونه بخير ويذكرون مؤلفاته ويذكرون علمه ويطرونه بخير. فرق بين الجاهل والعالم. نعم.